السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل كتاب المعاصر 2024، بداية من بيج 138 138. نبدأ بسم الله، نقول سبب الإجابات. Complete the following dialogue، أكمل الحوار التالي بين آية طبعا و مريم. They are talking about، هم بيتحدثوا عن the next school bazaar، عن سوق المدرسة القادم. Hi Maryam، what are you going to sell at the school bazaar، ما الذي سوف تبيعنه في طبعا سوق المدرسة. هاي آية، أهلا آية، طبعا are you تحول أيام، وأبدأ أكمل الجملة اللي هي going to sell، وأقول الحاجة اللي هتبيعها. طبعا هي هتبيعها، بتقول أبيع الكوكيز، يبقى I am going to sell cookies، يبقى الـ are you تحول أيام، وأكمل الجملة اللي هي going to، أنا طبعا سوف، أو طبعا إيه، سوف أبيع الإيه، sell، أبيع الكوكيز الكعك، هتلاقي كوكيز. سألتها سؤال مريم، قالت لها no but mom، لكن أمي will help me، ستساعدني make them، في إعدادهم. What about you؟ يبقى هتقول لها طبعا هل انت هتصنعي الكوكيز؟ Can you make cookies؟ هل يمكنك طبعا صناعة الكوكيز الكعك؟ أو هل انت هتعدين الكوكيز؟ قالت لها no but mom will help me، لكن أمي ستساعدني make them، في إعدادهم. What about you؟ ماذا عنك؟ طبعا هتقول لها إن أنا إيه، سوف طبعا أبيع الإيه، البريسلت الأساوري، يبقى I am going to sell bracelet، أنا سوف أبيع الإيه، أبيع البريسلت الأساوري. كمل المحادثة. طبعا مريم قالت لها what do you use، ماذا تستخدمين، to make، لصناعة البريسلت الأساور. فطبعا عندي اليو تحول الاي، وانزل بكلمة يوز، يبقى انا بستخدم colorful beads، اللي هي طبعا الخرز الملون. قالت لها واو I like colorful beads، طبعا الإجابة تحت اهي، هي اللي هتبقى فوق. هتقول لها طبعا انا بستخدم، واطلع بكلمة colorful beads اللي هي الايه، الخرز الملون. I use، انا بستخدم colorful بيتس الأساور، أو عذرا اللي هو الخرز الملون. لو واو يا للدهشة I like colorful beads، أنا بحب الخرز الملون. سألتها سؤال، قالت لها I buy beads، أنا بشتري الخرز from، من the market، السوق. ده مكان، استخدم أداة استفهام where، buy في المصدر، استخدم فعل مساعد do، الـ I تحول لـ you، وأطلع buy في المصدر زي ما هي، وأكمل كلمة beads، يبقى where do you buy beads، يعني أين طبعا تشترين البيتس الخرز. قالت لها I buy beets from the market، أنا بشتري الخرز from the market، من السوق. بعد كده الجزء الثاني، في عندنا طبعا نص read the following then answer the question. Farida is a very busy student، يعني طالبة بتكون مشغولة. She loves to study، بحب طبعا الدراسة أو المذاكرة. And she spends، هي بتقضي most of her free time، معظم وقت فراغها، reading books، في قراءة الكتب. She wants to become أو become، هي تريد أن تصبح a doctor، دكتورة. So لذا she studies hard and enjoys learning new things، كمان هي بتذاكر بجد وبتستمتع بتعلم new things، أشياء جديدة. She also enjoys watching videos about science and medicine، استمتع بمشاهدة الفيديوهات عن طبعا العلوم وكمان الطب. However مع ذلك Farida sometimes feel very stressed، بتشعر بالتوتر جدا. From all the study، من كل الدراسة أو المذاكرة. She wants to relax، تريد أن تسترخي أو تستريح. She shared her problem، هي بتشكر عذرا، هي she shared her problem، بتشارك مشكلتها with جنى، مع جنى. جنى advised her، أنصح نصحتها to have، أن تأخذ some rest، بعض الراحة. And to طبعا to spend، تقضي sometimes with her family، معظم الوقت بتاعها مع عائلتها. فريدة tries to relax، فريدة بتحاول ان هي تسترخي by spending، عن قضاء او بواسطة قضاء time، وقت with her family، مع عائلتها. but she doesn't have much time، ليس لديها الوقت الكثير for other activities، للأنشطة الأخرى. number one، فريدة watches videos، يعني بتشاهد فيديوهات طبعا about عن science، وطبعا قلنا المدرسين، يبقى الإجابة الصحيحة عندي mean science. number two، the opposite acts of the underlined word، الكلمة اللي تحت خط busy، مشغول، يبقى free، حر يعني، أو يعني فاضي. أما active نشيط، و ancient قديم، وكلمة exciting مثير. number three، فريدة wants to be a space، هي تريد طبعا تكون دكتورة، يبقى doctor، engineer مهندس، dentist طبيب أسنان، teacher مدرس أو معلم. سؤال نمبر 1 او 4، what does the underlined word hurt refers to او refer to، طبعا هي بتشير لمين، لفريده، يبقى نكتب هنا عندي فريدز. تشير هي طبعا الى، من خلال القطع تشير الى مين، الى فريده.
بعد كده نمبر 5، why do you think، لماذا تعتقد فريدة sometimes احيانا feel stressed، بتشغل طبعا بالايه، بالتوتر من خلال النص، يعني هي طبعا من from all the studying، من كل المذاكرة. الإجابة طبعا أعتقد إن هي في السطر الكام يا رب، دي 1 2 3 4 في السطر الرابع، يبقى from all the studying، من كل المذاكرة. سؤال نمبر 6، how does Frida try to relax، يعني ازاي هي بتحاول ان هي تسترخي، طبعا يعني عن طريق قضاء وقت مع عائلتها، نجيبها من السطر اللي قبل الاخير مع بعض. الاجابه يبقى عندي Frida tries to relax، بتحاول ان هي تسترخي باي عن طريق spending، قضاء تايم وقت with her family، مع عائلتها. دي اجابه نمبر 6. وبعد كده عندي بيج 139 39، نمبر 2، they are wearing، وبيرتدوا طبعا jewelry أو جوري، مجوهرات made of gold، مصنوعة من الذهب، like rings، الخواتم، and necklaces، القلادات أو العقود. نمبر دي activities، أنشطة، we projects، مشاريع، clothes، ملابس. نمبر 3، the math teacher asked، يعني مدرس العلوم أو الماث، الرياضيات، طلب مننا، طبعا طلب منهم، يعني طلب منهم، يبقى هنا محتاج ضمير مفعول اللي هو them، to do، للقيام بـ their school project، بالقيام بـ مشروع المدرسة. أما وي نحن ضمير فاعل، وذي ضمير فاعل، ويور دي صفة ملكية محتاجة اسم. بعد كده نمبر 4، وي نيد، نحن بحاجة لبعض، إيه طبعا، أند سترينج، وخيط، تو ميك لصناعة أبريسلت، الأسورة، طبعا الليمونز، الليمون، كوكيز، كعك، بيتس، طبعا الخرز. الإجابة الصحيحة ستاتشوز أو ستاتيوز، تماثيل. سؤال نمبر 5، My grandpa get this old عجوز but، لكن طب محتاج ضمير فعل، يبقى he usually، هو عادة، does بيمارس سبورتس، رياضة. her محتاجة طبعا اسم على طول صفة ملكية، his نفس القصة، مش هتنفع خالص، محتاج ضمير فعل بيحل محل الاسم أو ينوب عنهم، him ضمير مفعول، دول صفات ملكية مش هتنفع. سؤال نمبر 6، what space do we need، نحتاج طبعا to meet لصناعة البيتزا، أو يعني عايز يقول ما هي المقادير أو المكونات، يبقى ingredients، تويز، ألعاب، أطفال، وي بازارز، أسواق، وي ستاديز، معناها دراسات أو يدرس، يبقى what ingredients، ما هي المقادير أو المكونات، وي دو، التي نحتاجها to make pizza، لعمل البيتزا. سؤال نمبر 7، space joined، انضم كلاب لنادي، to learn، لتعلم how to make bracelets، لطبعا كيفية صناعة الأسورة أو السوار، طبعا محتاج ضمير فعل، يبقى وي نحن انضمينا لنادي لتعلم كيفية طبعا صناعة الأساور. أما them ضمير مفعول، we us ضمير مفعول، النون ألف في آخر الكلام، ودي هم ضمير مفعول، يبقى أنا محتاج ضمير فعل بيحل محل الاسم أو ينوب عنه. سؤال نمبر 8، spending a nice time، قضاء وقت لطيف، on the beach، على الشاطئ، helps us، بتساعدنا طبعا إن احنا نعمل إيه، relax، نسترخي، worry، قلق، stress، إجهاد أو توتر، upset، منزعج. سؤال نمبر 9، she knows، هي بتعرف a lot، الكثير، about musical instruments، عن الآلات الموسيقية، she is as musical، هي بتكون طبعا ايه، a musical expert، يعني خبيرة موسيقية. أما beginner اللي هو مبتدئ، volunteer أو volunteer، متطوع، journal اللي هي دفتر اليوميات. نمبر 10، at the space we go out، احنا بنخرج off classes، خارج الفصول، to eat، لكي نأكل، and relax، ونسترخي، for a while، للحظة أو وهلة يعني، أو لفترة، يبقى هنا بتكلم في وقت البريك تايم، وقت الاستراحة. أما الدينر تايم، وقت العشاء، تايم تيبل، الجدول الزمني أو المواعيد، تايم لاين اللي هو الجدول الزمني أيضا. نشوف طبعا التصحيح، complete the sentence with the correct form of the words with brackets، my best friend gave، محتاج بعد الفعل على طول ضمير مفعول، يبقى me على طول، صديقي المفضل gave me، أعطاني، اللي هي النونية في آخر الكلام، كل ما يعود عليا فهو me، أعطاني a nice present، يعني هدية جميلة. نمبر 2، هانا از اكتف، نشيطة، اند طبعا، وكمان هي بتقوم بالكثير من التمارين، يبقى محتاج ضمير فاعل، she does طبعا a lot of exercise. نمبر 3، how much، دي اداة استفهام فعل مساعد، محتاج طبعا فاعل، دي ذم ضمير مفعول مش هينفع، يبقى how much will they، يعني كان طبعا ايه الثمن اللي هم pay، دفعوا لي their tickets، التذاكر الخاصة بهم، يعني كم الثمن اللي هم طبعا هيدفعوا لي تذاكرهم او التذاكر عذرا الخاصه بهم، يبقى محتاج طبعا فاعل، ادي اداه استفهام فعل مساعد، الفاعل ده ضمير مفعول مش هينفع خالص. سو نمبر 4، هيز ماذر امه توك، طبعا محتاج ضمير مفعول، امه اخذته، يعني هنا هيز ماذر امه توك هيم، اخذته، مش محتاج ضمير فاعل، محتاج ضمير مفعول بياتي بعد الفعل على طول، اما الفاعل بياتي في اول الجمله، يحل محل الاسم على طول،
تو ذا ساينس ميوزيوم، الى متحف الايه يعني، امه اخذته الى الى مين، الى متحف العلوم. محتاج طبعا ايه، محتاج ضمير مفعول. نشوف بعد كده عندي الايميل مع بعض، بيقول لي write an email about 80 words 80 كلمة to your friend Sam about the school bazaar، عن السوق ايه، سوق المدرسة. your name اسمك عادل and your email address is adel20@yahoo.com your friend's email address is samsam@yahoo.com. نشوف طبعا from adel20@yahoo.com samsam@yahoo.com. اما طبعا العنوان عندي the school bazaar اللي هو سوق المدرسة. هاي يا سام، او طبعا اي ادير عزيزي اصلا. ده طبعا بيانات الايميل، الايميل بريد الكتروني، يبقى فروم عادل 20@yahoo.com. ده عنوان طبعا الراسل او البريد الالكتروني طبعا خاص بيه الراسل، وعنوان البريد الالكتروني المرسل اليه اللي هو عندي عصام سام ات ياهو دوت كوم. موضوع طبعا الرساله او البريد الالكتروني هو بيكون ذا سكول بازار، سوق الايه، السوق المدرسي أو سوق المدرسة. ممكن أكتب دير أو هاي، وأكتب اسم المرسل إليه هاي عصام أو دير عصام عزيزي عصام. ممكن أكتب أي جمل من اللي هكتبها دلوقتي، ممكن أكتب how are you and your family، دي جملة افتتاحية. how are you and your family، كيف حالك وحال عائلتك. I am happy، أنا سعيد. I am happy to and write and أكتب this email، هذا البريد الإلكتروني to you، إليك، to tell لكي أخبرك، أو to tell you لكي أخبرك about، وأكتب اسم الموضوع بتاعي اللي هو عندي مين، the أو the school بازار اللي هو طبعا ايه، سوق المدرسة. وابدا ممكن اكتب جمل تانية كتيرة جدا، ممكن اكتب جملة تانية افتتاحية مختلفة عن كده، خلاص اسهل شوية. ممكن اكتب I am very happy، انا سعيد جدا، to and write اكتب this email او to you اليك، is this email، هذا البريد الإلكتروني. و how are you برضو ممكن أكتب I hope you are، أتمنى إن أنت تكون in good health، بصحة جيدة، وأكتب اسم الموضوع بتاعي. وأتكلم بقى عن الموضوع بتاعي، هنقول my friends، my friends أصدقائي، هنقول إن هما طبعا يعني بيعملوا حاجات مختلفة أو أشياء مختلفة، يبقى make يعني بيصنعوا different things، أشياء مختلفة. هنقول إن هما they sell، بيبيعوا، الهوم made lemonade اللي هو الليمون، صناعة محلية. ممكن كمان they هما sell، بيبيعوا jewelry مجوهرات أو jewelry. كمان they هم put بيضعون البيتس اللي هو الخرز on to يعني على طبعا الإيه أو في يعني on to the string الخيط to make لصناعة أو عمل الأساور. ممكن اللي هي عندي ايه bracelets. كمان هم بيصنعوا they make اللي هو عندي الكب كيكس، الكب كيكس اللي هو الكعك المحلي أو البسكويت المحلي. كمان ممكن أقول هم بياخدوا فترة طويلة جدا عشان يصنعوا، يبقى they هم they take هم بيأخذون أو a long time يعني وقت طويل to make it لصناعته. في الآخر بقى أكتب إيه، ممكن أكتب love وممكن أكتب yours
yours، او في الاول اكتب له see you soon رقم قريبا الاول، see you soon رقم قريبا yours المخلص، واكتب طبعا ايه عادل، ده هو طبعا اسم الراسل، ده عادل اسم الايه الشخص اللي راسل الايميل. وبكده طبعا كنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. شكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.